السلام عليكم اخوان الاخوات، كنتمنى انكم نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. فبعد يونس باسبانيا مصرع شاب مغربي اخر بايطاليا تعرض لدهس متعمد. فلقي شاب مغربي يبلغ من العمر 37 سنه مصرعه صباح اليوم الجمعه بايطاليا لعمليات سحل ودهس بشكل متعمد بواسطه شاحنه اودت بحياته في الحين، وذلك ببلدية بيانديريتي بإقليم نوفارا شمال إيطاليا. وكشفت وسائل إعلام إيطاليا أن الضحية من أصول مغربية يدعى عادل وأب لطفلين ويشغل مهمة نقابي بإحدى المتاجر الكبرى. تعرض صباح الجمعة لعملية دهس وسان لعدة أمتار دون توقف من طرف سائق الشاحنة وذلك قرب المتجر الذي يشتغل به. ووفق المصادر الإيطالية فالشاب المغربي كان أثناء الحادثة رفقة عدد من العمال في اعتصام أمام مقر العمل، وهو ما أدى إلى وفاته وإصابة شخصين بجروح نقلوا على إثرها نحو المستشفى. وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطة الإيطالية أوقفت سائق الشاحنة غير بعيد عن مكان الواقعة، وهو شاب إيطالي يبلغ من العمر 25 سنة، حيث وجهت له تهمة القتل العمد. هذا وأثارت واقعة مقتل الشاب المغربي استياء كبيرا في صفوف الجالية المغربية بالخارج، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من مقتل الشاب يونس في حادث عنصري بإسبانيا، علما أن عادل كان يخطط للالتحاق بزوجته الإيطالية التي قدمت مؤخرا إلى المغرب رفقة طفليهما. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويساليه ويجعل متواه الجنة يا رب. هاد الشيء خصو يكون ليه حدود، فأرواح الناس ماشي رخيصة، وهاد العنصرية خصها حتى هي يكون ليها شي حل، فالله يدير شي تاويل الخير. ما تنساوش خوتي أنكم تبارطاجيو الفيديو وكتروا لي لايك، وبسلام عليكم.